انا شويه الرجي كيف يقولوا الرجي حساسيه ديالك انا وريك الحساسيه ديالك لقيت هذيك خصني نحيد يدي من هنا هذه هي الحساسيه ديالي يدي باش تجيبها هنا باش تحيد هذه واه ما نقدرش حيت كنخاف هكا ضروري شو كان نحيدو حنا وقف هو يجي شو حنا كان نحيدو اوكي حيدو صافي هاي يدي هو مازال ماشي الحساسيه مازال ما كايناش شحال ما هو يدي هنا انا مرتاح حيت انا نقول لك علاش حيد هذه الحركه لو صافي حيد هذه الحركه اوكي غاتسدر بيا المره الاولى المره الثانيه ديال المستقبل حركه ها المستقبل غاتسدر بيا مره ولكن ملي غادي يحيد هذه الحركه شويه شو. واخا انا بين اولفو السلام عليكم متابعينا الأوفياء ومرحبا بكم في فيديو جديد وتحية للبطلين الدوليين مصطفى الخصم وبدر هاري. في هذا الفيديو يشرح الأسطورة بدر هاري تقنية ممتازة كيفية التصدي أو صد الضربة الأمامية فرونت كيك. يشير هنا بدر هاري إلى أنه إذا أردت أن تزيل هذه الضربة يفضل عدم إزالتها باليد اليمنى كي لا تفقد حماية الوجه. ويشير هنا بدر هاري أنه عندما تعتاد على إزالة الضربة بهذه الطريقة أحيانا يخدعك الخصم، وعندما تطلق يدك أو تنزل يدك فيهجم عليك في نقطة الضعف وهي الرأس، إذن فيفضل أن تزيلها بالطريقة التي أشار إليها في بداية الفيديو بهذه الطريقة. الآن نعم هذه الطريقة، وبهذه الطريقة ستضمن أنك يعني تحمي وجهك. وهناك حالة واحدة فقط عندما تحتاج أن تزيل الضربة بهذه الطريقة باليد اليمنى كما أشار بدر هاري، هنا يمكنك لكن يمكنك فعل ذلك، لكن هنا يقول بدر هاري أنه لا يمكن أن أرتاح بهذه الطريقة، أخاف على وجهي. لكن يقول البعض أنه إذا كان الكتف يعني في الأعلى في اليد اليمنى، الكتف يعني في الأعلى يحمي الفك السفلي، فلا بأس بهذه الطريقة، لكنها تبقى خطر في جميع الأحوال. وقد شرحتها في السابق أنه عندما تزيل الضربة الأمامية ويبقى الكتف الأيمن مرفوع للأعلى يحمي الفك السفلي فلا بأس، ولكن الأسطورة هنا يقول أنه من الأفضل أن تتجنب ذلك، فعندما يخدعك الخصم قد يؤثر عليك أو يهجم عليك بضربة قوية في الرأس. لذلك يفضل أن تتجنب وتبقى في الوضعية التي تحمي فيها وجهك 100%، وإذا أردت أن تزيل الضربة الأمامية فعليك بهذه الطريقة. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. ولا تنسوا إذن أيها الأعزاء، دائما وأبدا ينصح الخبراء والمحترفين في الفنون القتالية بحماية الوجه وحماية الرأس بصفة عامة، لأنه نقطة ضعف خطيرة جدا لكل مقاتل. وأما بالنسبة للتقنيات، ماذا أتعلم؟ مثلا تشاهد أو تتعلم في تدريب تقني أن تزيل هذه الضربة بهذه الطريقة، وفي تدريب تقني آخر تزيلها بهذه الطريقة. نعم هذا صحيح، وقد تكون كلا الطريقتين صحيحة، لكن أنت تتعلم جميع الطرق، مثلا تتعلم الهجوم والدفاع والمراوغات والتصدي للضربات، هذا كله يعطيك مجموعة
من التقنيات والحركات تقوم بها أثناء القتال، ويخطئ العديد من المقاتلين في مسألة، مثلا يقول الضربة الفلانية، أو مثلا هذه الحركة سأقوم بها قبل هذه الحركة، أو سأقوم بسلسلة من الحركات أدرسها قبل النزال. أقول لك من الأفضل أن تتعلم جميع الحركات والتقنيات، وتتعلم الضربات السفلية وفي الأعلى، تتعلم كيف تقوم بالمراوغات الصحيحة مع حماية الوجه، وأيضا تتعلم كيف تدافع وتهجم إلى غير ذلك. لكن الحركات تأتي مع يعني مع الاستمرارية ستتعلم وتكتشف أن الحركات يعني تأتي هكذا، أنت لا تنوي أن تضرب بهذه الطريقة، فتجد نفسك من خلال هجوم الخصم أو من خلال الوضعية التي أنت فيها تنفذ حركة وتكون ناجحة، هذا مع الممارسة. لذلك أيها الأعزاء، لا نقول سأتعلم بعض الحركات وأطبقها في هذا النزال، بل الواجب أن أقول أو أتعلم عدم القيام بالحركات التي لا تفيدني، قد تفيد المحترفين، مثل الحركات التي تهدر الطاقة وتتعب الشخص في القتال، ولكن قد لا تنجح وتكون مثل الضربات البهلوانية أو الضربات العشوائية. إذا أركز على الضربات الأمامية والجانبية والملاكمة، بالإضافة إلى التركيز على القيام بالحركات التي تصل للخصم، وليست الحركات يعني التي لا تصل للخصم. وهذا سأحاول أن أخصص له حلقة خاصة. أرجو منكم دائما الدعم والتشجيع لنستمر في تقديم الأفضل. وفي الختام أصدقائي، أقول لكم التعلم بالتدرج هو الوسيلة أو الطريقة الناجحة للوصول للهدف أو لتحقيق الأهداف، فلا تتسرع، وكلما تعلمت وتدربت جيدا كان أفضل. ويعني فيما يخص النزالات، دائما أن تلعب بنية الفوز وليس بنية التجربة، وعندما تقرر أن تلعب بنية الفوز وتريد أن تحقق نتائج إيجابية، فتأكد أنك ستتقن الرياضة التي تمارس لأنك تريد الفوز وليس فقط التجربة. أتمنى لكم التوفيق جميعا، وأشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.